بتزايا ب 500 جنيه؟ ليه؟ بتزايا الماظ؟ مش واكل. فيها يا فندم ايه اللي معكر مزاجك كده؟ تخيل يا نبيل التجار بقوا خلاص كلاب مسعوره، بطلب البيتزايا بتاعتي، البيتزايا بتاعتي الصغيره اللي عليها الجمبري والكابوريا والاستاكوزا وبلح البحر مع صاروخين جمبري وشويه سلطات كده جنبهم، بيقول لي 500 جنيه. 500 جنيه؟ البيتزا بتاعت سعادتك اللي عليها جمبري وكابوريا وكلب البحر دي؟ تخيل! دي ب 700 جنيه دلوقتي يا فندم! ايه؟ هو يا فندم اللي ب 500 جنيه دي المارجريتي، المارجريتي اللي هي الجبز البلاستيك دي اللي بتموت. يا نهار اسود منيل! طب الواحد ياكل ايه بعد كده؟ ياكل طوب! اجيب لي سعادتك علبة كشري؟ ايه؟ كشري؟ أنا على آخر الزمن هتغدى كشري؟ ومال كشري كشري هو اكل الفقرا برضو. هات لي علبه كشري بكام؟ ب 20 جنيه. ها؟ ب 20 جنيه؟ امال الصغيره بكام؟ ما هي دي الصغيره ب 20 جنيه. يا نهار اسود منيل، امال الكبيره بكام؟ هقول لك الكبيره ب 40 جنيه. ها؟ مش واكل. هات لي فول وطعميه. لا فول وطعميه لا، فول وطعميه لا يا فندم، اخر مره اكلت فيها فول وطعميه عملت لنا غازات مسيله للدموع وما ما عادش فاضل حد في الاسم غيراني وانت اتخنقني. طب اعمل ايه يا بلبل؟ اعمل ايه؟ جعان. محشي الكرنب اللي انا كاتبه. الكرنب ده ذري، دي قنابل نوويه، دي انت لو اكلت الكرنب الاسم كله هيتنقل في حته تانية. طب اعمل ايه؟ ابوس ايدك يا فندم، خاف على صحتك شويه، اعمل رجيم. ايوه اعمل رجيم علشان تبقى ممشوق القوام، انت ظابط. صح. انت صح. صح يا فندم. انا فعلا لازم اعمل رجيم. يبقى ممشوق كده. ها؟ ايوه صح. طب اسمع بقى. انت بتروح تجيب لي واحد فته بالكوارع وخليه يحط لي عليهم ها؟ شوية كده ها؟ بس شوية صغنطاطين. شوية كبدة كده محمرة على شوية كلاوي على شوية طحال فريش كده ها؟ وخليه يزود شوية نخاع. وخليه يحط برضو ايه؟ حتتين عكاوي كده مسلوقين. ها؟ وكان زي الدايت عشان الدايت. هو فين الدايت ده؟ ما انت مش فاهم. انا بحب في الدايت بتاعي ابدا باليوم الفري. بشكلها هتبقى سنه كلها فري. ما تقلقش يا بابا الجعان. حاضر يا فندم. الله حاضر. مساء الخير مشاهدينا واهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامج ساعه ل 45 دقيقه مع انجي احمد. في الحقيقه انا النهارده مش قادره اوصف لكم سعادتي على تفاعل الجمهور الكبير مع هاشتاج البرنامج كيف تواجه الحسناء موجة الغلاء. في الحقيقة أهم حاجة يا جماعة للإعلامي هي حب الناس. أنا واحدة عايشة بحب الناس والجمهور اللي بعت أفكار كتيرة جدا جات للبرنامج،